المؤسسة الابتدائية اللي فيها مرفق رياضي المشكل مش مطروح، اللي ما فيهاش المرفق يتم ربطها مع مؤسسة جوارية لها المرفق، إما أن تكون تابعة للتربية الوطنية تقدر تكون مدرسة ابتدائية أخرى فيها المرفق ويتم التوافق في الزمن على القيام بهذه المادة بين المدرستين، إما أن تكون في متوسطة، إما أن تكون في ثانوية، إما أن تكون تابعة للشبيبة والرياضة أو للجماعات المحلية أو لجهة أخرى تاع الدولة، هيئة عمومية اللي عندها المرافق، واللي السادة الولاد مشكورين جدا بداو يقوموا بالعمل. ونقول لك ونطمنك بلي حتى المؤسسات اللي ما فيهاش المرافق تم ربط تقريبا 90% منها بمرافق وين ولادنا يديروا الرياضة. هي بداية، والبداية تقتضي تضافر جهود الجميع. المؤسسات اللي رانا نبنيو فيها الظل، احنا عاودنا النمطية هي مما تتكون المدرسة الابتدائية المبنية، النمطية الجديدة المرافق الرياضية موجودة فيها.